مرحبا وصباح الخير والسلام للجميع. اليوم بدنا نعملكم ملخص لأهم الشغلات اللي لازم تسويها أول ما تيجي على كندا. خليكم معنا بعد الفاصل. هذا الفيديو برعاية مكتب عمرو لخدمات الهجرة. مكتب عمرو لخدمات الهجرة مرخص من قبل الحكومة الكندية ومختصون بجميع قضايا الهجرة والزيارات إلى كندا. النقطة الأولى اللي هي التقدم على السوشيال انشورنس نمبر وعلى السيرفيس تبع الأطفال أو التشايلد أسيستنت. هاي مهمة جدا بقدمها في سيرفيس أنتاريو. النقطة الثانية اللي هي تدور على منزل أو سكن، لأنه هذا مهم جدا عشان يعطيك عنوان. النقطة الثالثة شراء شريحة تلفون وتسوي إنترنت أول ما تسوي السكن. النمرة الرابعة اللي هي تسجيل أبنائك في المدارس، وهذا مهم جدا. النقطة الخامسة اللي هي فتح حساب بنكي للزوجين وعمل كريدت كارد إذا بتقدر، لأنه هذا مهم جدا عشان تعمل كريدت هيستوري. رقم خمسة تقدم للحصول، أو ستة صارت تقدم للحصول على كرت الصحة من المقاطعة. النقطة اللي بعدها اللي هي تقدم على رخصة القيادة برضو من المقاطعة. النقطة اللي بعدها اللي هو إيجاد حضانة إذا عندك أطفال صغار، وبعديها ممكن شراء سيارة إذا بدك، أو تتعرف على الببليك ترانزيت الموجود. في هاي أهم الشغلات اللي لازم تسويها أول ما تيجي على كندا. حبيت أختصركم إياها بفيديو واحد، وممكن تتابعوا فيديوهاتي السابقة عشان تعرفوا كل هاي الشغلات بالتفصيل. وسلام للجميع. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.